ناخد العربيه دي ننفع نسوقها ولا ايه؟ اهو طيب بس روح روح بقى دوس عليه. هو فين ده؟ ايه بقى؟ الحقيقه اسيب العربيه انزل منين؟ اكسب تمام كده. شوف بقى الراجل اللي ورا ده هنستخبى بقى ونلعب. ايه يا عم ده بيتحرك زي ايه حضرتك؟ احنا ايه مش تساعدني ولا تقول لي اي حاجه ولا ايه؟ اول مره في حياتي اطلع الشوط الكبير الاساسي اللي بيبدا بيه البرنامج ان انا ابقى مدي حضراتكم ظهري. يوم الخميس بتبقى حلقه خاصه بنحاول ان احنا نقدم فيها شيء غير متوقع. كل حلقه بيبقى ليها فكره معينه او موضوع مختلف، والنهارده الموضوع مختلف بالنسبه لي انا، هو ما كانش متوقع بالنسبه لي انا كمان. هحكي لحضراتكم حكايه سريعه جدا ولقيتها انها بتحصل في هنا في مكان شغلنا مع الفريق كله وانا ما اعرفش. كنت عند ادهم ابن اختي بشكل مباشر يعني، وكان راجع وانا عنده في البيت. بتعمل ايه؟ بلعب ببجي. انا كنتش عارف يعني ايه ببجي، ويظهر انه مجرد السؤال عن ببجي ده كان سؤال عيب. يعني انا اتبص لي بنظرات فيها نوع من الشفقه كده، دي ببجي، اتبص لي بنظرات فيها نوع من الشفقه، وانت غلبان قوي وعجوز قوي. طلع انه زي ما هو قال لي يعني يا شريف، هو بيقول يا شريف، يا شريف كل مصر بتلعب ببجي. فجيت سالت الشباب هنا طلعوا انه التيم بيحضر حلقه عن ببجي، وطلع انه كل واحد اساله عن كلمه اللعبه دي عن الببجي دي انت غلبان قوي، انت تعبان قوي، يا اما يعني يا اما يقول لك انت فايتك كتير، يا اما يقول لك مصر كلها بتلعب ببجي. ده مصر كلها دلوقتي بتلعب. يا جماعه ايه الموضوع بالظبط؟